ننتقل الآن مشاهدينا إلى الزميلة ديما طايع في فقرتها الرياضة. صباح الخير. صباحك ديما. يسعد صباحكم. مشاهدينا، النجاح المتواصل لمواقع التجارة الإلكترونية حول العالم خلاها مغرية لرواد الأعمال. ووفقا لتوقعات شركة بيفورت لحلول الدفع الإلكتروني في المنطقة، فإن حجم التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط يتوقع أنه ينمو ل 13.4 مليار دولار بحلول عام 2020، ارتفاعا من 7 مليار دولار. مبيعات سجلت في المنطقة بعام 2014، يعني انه هو السوق فيه الكثير من الفرص لاصحاب الافكار. سالناكم بالامس على الهاشتاج صباح الرياده عن اسئلتكم فيما يخص تاسيس مواقع تجاره الكترونيه، ومعظم المشاركات كانت عم تسال عن خطوات انشاء مواقع تجاره الكترونيه واسباب نجاح هذه المشاريع. إذا ما هي الخطوات اللي لأسباب نجاح مواقع التجارة الإلكترونية؟ تواصلنا مع بيفورت، الشركة اللي أعدت التقرير، وكان عندهم 6 خطوات بينصحوا فيها رواد الأعمال لبدء أي مشروع. وبنبدأ سوا مع أول خطوة. أول خطوة هي اختيار المنتج. شو حتبيع على هذا الموقع؟ مجال التجارة الإلكترونية فيه تنافسية جدا عالية، وفي مواقع تجارة إلكترونية كبيرة، فكيف أنت حتتميز ويبرز موقعك؟ إذا كنت عم بتبيع منتجك الخاص فهذا طبعا أمر جيد جدا وبيضمن لك التميز. أما إن كنت تبحث عن إعادة بيع منتجات أخرى، فالشركة المعدة للتقرير تنصحك أنك تتخصص سواء باختيار شريحة محددة من المستهلكين وتوفير احتياجات هالشريحة، مثلا الأمهات أو الأطفال، أو مراقبة الترندز أو الصيحات لحتى تتميز ويبرز موقعك. وبننتقل هلأ للخطوة الثانية بعد ما اخترنا المنتج. خطوتنا الثانية هي وضع خطة عمل، وهي خطوة جدا مهمة، حكينا عنها الأسبوع الماضي بفقرة ريادة. اللي بده معلومات أكثر عنها بتلاقوا جميع المعلومات بموقع mbc.net/sabah بصفحة بزنس. أما الخطوة الثالثة فهي إنشاء الموقع. يعني نحن أول شيء اخترنا المنتج، ثاني شيء حطينا خطة عمل، وهلأ بدنا نبني الموقع. وهذا الشيء صار سهل لأنه حتى لو ما كان عندك خبرة تقنية بمجال البرمجة وتصميم المواقع، من خلال مواقع مضيفة، في مواقع مضيفة بتقدم لنا هالخدمات أو حلول سهلة لنقدر نحن نعمل هذا الشيء بأنفسنا. هذا الشيء اللي حيخبرنا عنه معد المقال، كما سألناه أيضا عن موضوع حلول الدفع الإلكتروني. خلينا نشوف شو قال. أكبر تحدي للشركات هي إنه لما تبني الويب سايت، إنه كتير صعب إنه تسوي التكنيكال نوليدج، مثلاً بدك تعرفي HTML، بدك تعرفي CSS، أو بدك تدفعي لديفلوبر إنه يسوي لك الويب سايت. بس هلا في خدمات مثلاً زي شوبيفاي، سكويرسبيس، هدول الخدمات إنه أنتي تقدري نفسك إنه تدخلي تسوي ويب سايت بساعة، بيسموه دراج أند دروب، إنه تستعملي بس الماوس والكيبورد، إنه يعني إذا بدك تحطي منيو هون تعملي دراج وتحطي إنه بالبوزيشن اللي بدك إياه. العالم العربي 80% كاش أون ديليفري. هاي مش ضروري تستخدمي payment gateway، عشان أكتر الناس بالعالم العربي بفضلوا إنه يدفعوا لما يجي لهم الـ product. طبعا حتى اذا كنتوا راغبين يكون عندكم حلول دفع الكترونيه، الشركات اللي بتوفر هاي الحلول او البوابات الالكترونيه صارت عم تقدم خدمات خاصه لرواد الاعمال، بتكون سهله وبرسوم او ريت منخفضه. وبنوصل هلا لرابع خطوه. رابع خطوه معنا هي التخزين والشحن، ولازم تبحث عن كيفيه تخزين وشحن المنتجات للمشترين. ومهم جدا انك تتعامل مع محترفين، لانه توصيل المنتجات بيعكس صورة الموقع وجودته. يعني لازم تضمن انه يوصل المنتج بالوقت المحدد وبكامل الجودة. وهلأ بعد ما اسست شركتك وبعد ما اسست الموقع، بتجي خامس خطوة وهي اطلاق الموقع وتسويقه. في هناك طبعا طرق مجانية وفي طرق مدفوعة. خلينا نعرف سوا عنا من فيصل الخادم. هلأ في 3 channels
إنه تجيب زبون على الويب سايت تاعك. هذول أكبر channels هم السوشيال ميديا مثلاً زي فيسبوك زي تويتر لينكدين حتى. عندك الـ SEO اللي بيقولوا لها Search Engine Optimization, Google Paid, Google AdWords. هذول sponsored ads وفيك تسويهم, بس بيكون أفضل إنه تبلشي بالسوشيال ميديا والـ SEO. وبنوصل لسادس خطوة وآخر خطوة بعد تأسيس وإطلاق الموقع, وهي المحافظة على الموقع. عملية التحسين هي عملية مستمرة ما بتتوقف, وإنت بحاجة لمراقبة الموقع بشكل مستمر والاستماع لآراء المستخدمين لتحسن تجربة التسوق. وينصح أيضا باستخدام جوجل أناليتكس لتفهم أكثر مستخدمينك وعاداتهم, وبالتالي تقدم لهم شيء يجذبهم ويعزز موقعك ومركزك بمجال التجارة الإلكترونية. ونصل هيك لنهاية الفقرة, ولكن بنذكركم أن التواصل معكم مستمر دائما على الهاشتاغ صباح الريادة لاستقبال أسئلتكم وملاحظاتكم أو حتى تجاربكم إذا حابين تشاركونا فيها. وهلأ بنرجع للجين وهاني. شكرا ديما.